فصائل فلسطينية تحط رحالها بالجزائر بداية من اليوم للجلوس على طاولة الحوار بغية حل الخلافات البينية، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر ديسمبر الماضي. جميع الفصائل الفلسطينية رحبت بهذه المبادرة من أجل تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وإغلاق صفحة الانقسام الذي طال أمده من 2007 وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. سيكون لقاء انفراديا كل فصيل على حدة. طبعا احنا كجبهة نضال الشعب الفلسطيني كفصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني معنيين بهذا الحوار، ولكن لن يكون حضورهم في هذه المدة، ولكن هناك حضور في الأيام المقبلة بإذن الله. سياسيون فلسطينيون يعتبرون هذه الخطوة مهمة لفك الانقسامات الحاصلة بين الفصائل لسنوات، خاصة وأن الحوار سيكون جزائرياً فلسطينياً، فهم يرون في الجزائر وسيطاً أميناً ومحايداً للخروج بنتائج إيجابية. بمجرد دخول الجزائر لحل المشكل الفلسطيني نعتبر أن هناك توافق وطني لهذه المبادرة، يعني جميع الفصائل ستكون ملزمة باتفاق الجزائر وليس كالاتفاقات السابقة في الدول الأخرى، لأن الجزائر عندها تجربة قديمة في المصالحات. مرة أخرى تبرهن الجزائر وقوفها مع القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة قضاياها الخارجية، فلا تراجع في مواقف الجزائر الداعمة للقضايا العادلة.